غازي لا قدر الله صحيح. لو حصل صحيح. اي هل تم التنسيق معاكم؟ استاذ احمد هقول لك انه انا كنت في الاجتماع اللي تم القرار فيه على مستشفى في كل محافظه. انا كنت الى جانب معالي وزير الصحه والسكان. يعني كل الامور دي عم بتتم تحت ارشادات منظمه الصحه العالميه بشكل كامل. لا ده بيعني ايه بالنسبه لكم كمنظمه انه الدوله حتى رغم انه ما فيش حالات الا حاله واحده وتم يعني شفاء هذه الحاله انه كمان مستعده مبكرا او عامله هذه الاستعدادات، ده بيطمنكم كمنظمه؟ ده بيعطينا كل الاطمئنان لانه ده بيعطينا انه البلد مصر مستعده بشكل كامل حتى لو لا سمح الله صار في زياده في الاصابات عندنا استعداد. وهون بدي اطمن كل مواطن مصري انه لمي الدوله مستعده بشكل كامل وقادره تكشف الحالات وتعزلها وتعالج الاعراض، ما فيش خوف ابدا استاذ احمد على صحه المواطن المصري. دكتور جون انا اسف لانه فرنسا دلوقتي اعلنوا العدد وصل 100، هل ده يتطلب انه ده انتشار مجتمع ولا لسه بالنسبه لفرنسا؟ لا هو طبعا ما هو المعلومات تحدث بشكل يومي استاذ احمد بشكل يومي. نحن كمنظمه الصحه العالميه ومن خلال التحديث اليومي نحن نتبادل المعلومات مع الدول وطبعا من ضمنها مصر وعلى اساسها طبعا الاجراءات تتحدث حسب المعلومات اللي بتوصل على شكل يومي. احنا في عبر الشبكه العالميه للوائح الصحيه الدوليه. لو حضرتك بتنصح الناس بتقول لهم ايه؟ يعني الناس اللي هي لما بيلاقي خبر كده او بيلاقي شائع يعني ايه اللي يعمله؟ يتواصل مع الحكومه يعني ايه المواطن اللي حضرتك تقول له لو سمحت 1 2 4 احنا كمنظمه اللي بنقول لك طبعا في الخط الساخن اللي نحن بالتنسيق مع وزاره الصحه والسكان موجود 105، ده الخط الساخن على كل مواطن انه يستقصي المعلومات من مصادرها الرسميه.